برحب بحضراتكم مشاهدي شاشة قناة النهار. شرفني النهاردة المبدع في صناعة الحراس. طبعا يعني كان في اليد العليا في ظهور وتواجد حراس كتير، منهم كابتن محمد الشناوي، كابتن عماد السيد، ومحمد بسام. وطبعا الفترة الأخيرة دي كانت أبرز فترة بالنسبة له، وتواجده مع المنتخب الأولمبي وظهور عدد من نجوم حراسة المرمى في المنتخب الأولمبي أبرزهم محمد صبحي، عمر صلاح. مشرفنا النهاردة كابتن أسامة عبد الكريم، مدرب حراس المنتخب الاولمبي. كابتن اسامه، في البدايه انا برحب بحضرتك ومشرفنا ببرنامج نمبر 1. اهلا بيك يا ساره، وبرحب بيكي وبرحب بالاستاذ احمد عبد العال وزميلنا المتالق دايما محمد العراقي والكابتن طبعا عمر ربيع. ده من النجوم اللي هو انا اتفرجت عليه وهو بيلعب، على فكره يعني عمر ربيع دايما كان من الحريفه اللي بتلعب بشكل كويس جدا، ودلوقتي هو حريف في تقديم البرامج، فبقول له اهلا بيك يا عمر واهلا بيكم كلكم في بيتنا المتواضع. طمنا عليك بقى يا كابتن في البدايه وعلى مركز حراسه المرمى في المنتخب الاولمبي. والله انا الحمد لله طبعا الامور كويسه جدا، طبعا احساس الحمد لله سعيد جدا باداء المنتخب الاولمبي وبالشكل اللي ظهر عليه في خلال المباراتين، اذا كان مباراه كوريا او مباراه البرازيل. مردود الناس الواحد ما بيحسوش وهو جوه المعسكر، يعني الواحد ما بيحسش ده جوه المعسكر عشان احنا مقفول علينا وما بنخرجش ما بنتابعش. يمكن انا واحد من الناس كمان، حتى وانا بشتغل جوه المعسكرات التليفون انا ما بعرفش والله ايه الاخبار اللي بتبقى موجوده فيه، الموضوع يعني بتبقى ايه الحدوته شكلها ايه، الناس بتقول ايه، المواقع بتكتب ايه، حتى ما ببصش، ما عنديش وقت ان انا ابص اشوف الكلام ده او ان انا اشوف المواضيع دي فيها حاجه كويسه ولا ما فيهاش حاجه كويسه، ما عنديش حاجه بعرفها الا بعد ما اطلع من المعسكر. فالحمد لله لقينا ان المردود بتاع الناس في الشارع حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا، والناس مبسوطه اكننا احنا قعدنا بطوله افريقيا مره ثانيه بصراحه يعني. فدي كانت من الحاجات اللي ساعدتني جدا ان انا من اول ما خرجت من المعسكر ومشيت الشارع وابتديت اقابل الناس، لا الناس في حاله سعاده كبيره جدا وفي حاله رضا عن اداء المنتخب الاولمبي، مش عن حراسه المرمى فقط، عن اداء المنتخب ككل. والحمد لله ان هم سعداء ان في جيل محترم طالع من لعيبه اللي تقدر توصل بمصر في كاس عالم بشكل كويس قوي، تقدر تقول ان الكره المصريه لا هي دايما مش على الصداره الافريقيه، لا هتوصل ان شاء الله في الفترات القادمه للعالميه. الفوز على منتخب البرازيل يا كابتن لاول مره، يعني دي حاجه تكتب للمنتخب الاولمبي، ازاي بقى استعديتوا للمواجهه دي؟ الاستعدادات كانت بامانه شديده مهمه مش من المنتخب البرازيل، يعني هو طبعا ده اول انتصار في تاريخ الكره المصريه على الكره البرازيليه، اول انتصار نقدر كمنتخب مصري يحقق فوز كبير على المنتخب البرازيلي بكل نجومه بكل محترفينه، مش ناقصهم حد من اللعيبه، بالعكس الشديد جدا احنا صار ناقصنا 7 لعيبه مهمين جدا، رمضان صبحي ومصطفى محمد واحمد ابو الفتوح وطاهر محمد طاهر ومحمد صادق وكريم ندفد ومحمد محمود، ربنا يرجعهم بالسلامه ان شاء الله. ال7 لعيبه دول على اضافه مجموعه اللعيبه الجديده اللي احنا شفناها، لا كانوا اضافه كويسه جدا يقدروا يعملوا حاجه للكره المصريه في الاولمبيات القادمه ويكون شكلهم كويس قوي. بخصوص ترتيبنا للماتشين، لا ترتيبنا للماتشين كان مركزين فيهم جدا، عارفين كل صغيره وكبيره عن فرقه كوريا وفرقه البرازيل، درسناهم كويس قوي، ذاكرناهم كويس قوي، عرفنا نقاط القوه ونقاط الضعف في كل المراكز اللي بيلعب بيهم المنتخبين، وبالاخص لما ابتدينا نخش على المنتخب البرازيلي العنيد بعد مباراه كوريا وقدر يكسب فرقه كبيره وسريعه زي كوريا 3-1 بعد كان متاخر 1-0، وبعدين منتخب كوريا ضيع ضربه جزاء وبعدين يعمل هو الريمونتادا ويكسب 3-1. كل الحاجات دي ادتنا مؤشرات ان هم عندهم خط هجوم ال4-5 اللي قدام دول، لا في حته ثانيه في الكره على مستوى العالم، مش 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 في البطوله بس، لا على مستوى العالم، لعيبه سريعه جدا، لعيبه مهاريه جدا، لعيبه عندها ثقه في قدرات نفسها عاليه جدا، فادوا بشكل كويس وقدرنا ان احنا نذاكر الحته دي كويس قوي، ازاي كابتن شوقي يحافظ على طريقه اللعب اللي لعب بيها في بطوله افريقيا، نفس طريقه اللعب بنفس المهام، قدرنا نحافظ على الكيان ده بتغيير الاشخاص اللي لعبت في المراكز. يعني جينا مثلا في ماتش كوريا لقيت حسن علي بيلعب ناحيه الشمال، ماتش البرازيل كريم فؤاد هو اللي بيلعب ناحيه الشمال، يعني دي حاجات كلها
ايجابيه لصالح المنتخب المصري ان احنا شفنا لعيبه جديده، حطينا ايدينا على لعيبه جديده، اكتشافات جديده، كان منهم كريم فؤاد ده، كان منهم محمود جاد حارس مرمى المنتخب وامبي. ده من الحاجات الاكتشافات الجديده اللي احنا قدرنا نحط ايدينا عليها ان ممكن يكون ليه دور ايجابي ودور كويس جدا في الفترات القادمه. بالنسبه لحراسه المرمى واختياراتها وحاجاتها، احنا زي ما قلت لك احنا وسعنا الاختيارات بتاع حراسة المرمى في الفترات السابقة من أول معسكر، وصلنا تقريبا من 10 ل 12 حارس بالتقريب، كلهم أسماء لعبت موجودة مع أنديتها. في أسماء منها لعبت في الدوري الممتاز، في أسماء ما لعبتش، إنما قدرنا في آخر معسكر نضم 6 حراس مرمى. 6 حراس مرمى كانوا بترتيبهم كده عمر رضوان، وده من الحراس المميزين جدا جدا جدا، واللي انا على المستوى الشخصي على قناعه كبيره بقدراته وامكانياته. عمر صلاح حارس مرمى سموحه، محمود جاد حارس مرمى انبي، محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، وده الحارس الوحيد اللي من ضمن كل المجموعه اللي احنا اخترناهم من 6 اللي ما شاركش، وهقول لك ليه دلوقتي. مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي، محمد اشرف حارس مرمى المقاولين المعار لطنطا وحاليا في نادي سموحه، يعني بص اللفه جايه ازاي الراجل يعني. انما كل الحراس دي شاركت بصوره ايجابيه مع انديتها، ما عدا محمد صبحي حارس مرمى الزمالك اللي كان من ضمن الاختيارات اللي ما شاركتش خالص السنه دي مع نادي الزمالك، وللاسف الشديد بسبب وجود 3 حراس كلهم منتخب اول. إذا كان محمد أبو جبل ده حارس مرمى منتخب الأول، يسبقه جنش، يسبقه محمد عواد، 3 حراس كبار جدا وتقال جدا. إنما محمد صبحي كان ليه معانا لقطة مضيئة كبيرة مش قادرين ننساها له من تاريخ السنة اللي فاتت، لأن إحنا نفس اليومين دول في شهر 11 إحنا كنا بنتوج وبنلعب بطولة أمم أفريقيا، وربنا كرمنا إن إحنا ناخد بطولة أمم أفريقيا، ومن ضمنها إن محمد صبحي ياخد أفضل حارس مرمى في أفريقيا. فانا ما كانش ينفع باي شكل كأسامة عبد الكريم ولا كابتن شوقي غريب ولا الجهاز الفني المحترم كله، لان احنا في الاخر ما عندناش اراء شخصيه، ما عندناش حاجه شخصيه، احنا بنشتغل في منظومه جماعيه تحت قائد اسمه شوقي غريب، هو اللي بيقود المنظومه، وبيننا الحوار والديمقراطيه بشكل كبير جدا في الاختيارات اللعيبه حتى على كابتن شوقي غريب نفسه. ودي من المميزات اللي بنجحها كابتن شوقي، انه بيحب يسمع، ودي نقطة مهمة جدا، عنده ثقة في الناس اللي بتشتغل معاه، بيحب يسمع لهم بشكل كويس قوي. فدي خلتنا نتميز كلنا ان احنا لما نيجي نختار حد نختاره عن اختيار جماعي مش اختيار فردي لأسامة او لغير أسامة. فالنهاردة لما جينا نختار محمد صبحي، لا، محمد صبحي كان بالنسبة لنا هو اخر لقطة مضيئة، وهو افضل حارس مرمى في افريقيا، وشفنا قدامه المسببات انه ما يقدرش يلعب بصفه اساسيه في نادي كبير زي نادي الزمالك. اما جينا نقلص المعسكر، نقلل العدد، لان كابتن شوقي كان جايب 40 واحد 40 لعيب، استدعينا 40 لعيب، لان كانت فتره كبيره قوي يا ساره، سنه كتير قوي، يعني ان انت ما تشوفيش اللعيبه قدام عينيكي مهما نتفرج عليها في التلفزيون نروح الملعب نتابعها، انما الحاله الفنيه والحاله المزاجيه للاعب والحاله النفسيه للاعب انت مش هتحسيها الا وانت جنبه، وانت بتشوفوه بعينك في ادائه في التمرين، بتشوفيه في عينك بادائه وهو بيشتغل. كل دي حاجات كنا لازم نضم العدد الكبير ده ونبتدي نقلص العدد ده لاقل. فمن ضمن تقليص العدد 6 حراس مرمى بقوا 4 حراس مرمى، انتهت على محمود جاد وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفى شوبير. استبعدنا عمر رضوان وللاسف الشديد لانه كان في فترات كبيره جدا ما بيلعبهاش مع نادي الجونه، وما كانش بيدوله دور ايجابي، انما من الحراس اللي كان ليهم دور كبير جدا معانا اذا كان في البطوله الافريقيه او في الفترات السابقه. محمد اشرف من الحراس الواعدين الهايلين، انما فاجئنا بمفاجاه حلوه طبعا بالنسبه له، حلوه، نتمنى له كل الخير، ان هو اتجوز قبل المعسكر ب 3 4 ايام، فكان بالنسبه له يعني، وبيفتكر يعني عنده موضوع تنقلات ورايح سموحه، نادي مين بيتكلموا، فكانت الامور لازم احنا شفناها عن قرب، وراجل اشتغل معانا بشكل كويس وراجل مميز، فنتمنى له التوفيق والخير يا رب في اللي جاي. ومن الحراس اللي في حساباتنا في الفتره القادمه محمد اشرف حارس مرمى المقاولين السابق وطنطا السابق. تاجيل الاولمبياد للصيف دي حاجه في صالحكم ولا ضدكم؟ بص يا ساره، الاولمبياد كانت فيها مميزات كويسه قوي ان احنا نروح نلعب في التوقيت ده، وكان فيها التاجيل فيه مميزات برضو انا شايفها من وجهه نظري ممكن تبقى اكتر شويه.
الميزه في التوقيت ان انت كنت طالعه من نشوه احنا ابطال افريقيا، فالنشوه دي كانت واخداها اللعيبه وحاسه بامكانياتها وبقدراتها ان انا اكسب. ودي خلي بالك المنتخب الاولمبي بيحقق، المنتخب الاولمبي بيحقق ارقام قياسيه جديده ما حصلتش للكره المصريه، منها ان يلعب 5 مباريات على التوالي ما يخسرش مباراه. احنا كنا نقدر نكون بطل افريقيا برضه، بس مثلا كسبنا ماتشين وتعادلنا ماتش وخسرنا ماتش، او تعادلنا كسبنا ماتشين وتعادلنا ماتشين سوري وخسرنا ماتش، ممكن كنت نمشي في الاطار ده في الاخر نوصل للبطل. انما احنا الحمد لله كسبنا كل الماتشات وكلهم منتخبات مصنفه افريقيا وكلهم لعيبه محترفه، اذا كان المنتخب المالي، المنتخب غانا، المنتخب الكاميرون، منتخب جنوب افريقيا من المنتخبات الهائله جدا جدا جدا، منتخب كوت ديفوار العنيد، وان انتوا شفتوا الاخر وقت واحنا بنلعب الاكسترا تايم عشان نوصل لمنصه التتويج، كان حاله ال زي ما بيقولوا كده الصراع على مين هيتوج على منصه التتويج ما بيننا وما بينهم كانت قويه قد ايه وشرسه قد ايه. فالحمد لله ده قدرنا نعمله في بطوله افريقيا وندي رقم جديد للكره المصريه. والنهارده بنقدر ان احنا نقدم حاجه جديده للكوره، ان نكسب برضو ونحط رقم جديد في تاريخ الكوره المصريه، ان المنتخب الاولمبي اول منتخب بيقدر يكسب المنتخب البرازيلي. دي حاجات هتتكتب في السجلات بعد ما احنا كمان ما هنموت، يعني مش يعني زي ما الناس لحد النهارده بتفتكر كاس عالم 34 وبتفتكر مين الاسماء اللي راحت وبتفتكر مين اول ناس في مصر من اللعيبه اللي راحت بطوله الاولمبيات ومين اول حد جاب اهداف في الاولمبيات. التاريخ اللي بيتكتب دلوقتي في الكوره المصريه من المنتخب الاولمبي بيتهيألي الناس هتفضل تفتكره لسنين طويله جدا، وان شاء الله مش هنقف لده، هنوصل ان شاء الله ان احنا ازاي نروح كاس عالم كمنتخب مصري عموما، يعني مش منتخب اولمبي، ويحقق رقم كبير ان احنا لما نوصل احنا كمنتخب اولمبي الاولمبيات ازاي نرجع بميداليه، وده هدف احنا شغالين عليه من اول ما خدنا بطوله افريقيا وفرحنا وانبسطنا، انما شغالين عليه بشكل كويس جدا ان احنا ازاي ناخد ميداليه في الاولمبيات القادمه ان شاء الله. كلمنا بقى يا كابتن اسامه عن المباريات الوديه وفتره الاعداد بقى القادمه باذن الله باذن الله للمنتخب الاولمبي. طبعا بص كابتن شوقي غريب ما بيحبش يعمل مباريات كده نص ونص، يعني هو ايه حتى احنا كده في الاعداد نقعد نهزر، يعني كابتن شوقي بعد سنه كامله تجيب لنا كوريا والبرازيل مدرستين، واحده سرعه مفرطه وواحده مهاره مفرطه، طب يعني اي حاجه في النص بس يعني نشوف بس الدنيا اللعيبه الاخبار. قال لك احنا ما بنهزرش، اللي عايز ياخد اللي عايز يروح طوكيو ويجيب بطوله لازم يلاعب الكبار من الاول، وده اللي كان كابتن شوقي غريب عمله واحنا بنجهز في عشان بطوله الامم الافريقيه. ويمكن كان في حاله من الانتقادات في وقت من الاوقات ان احنا بنسافر بره، رحنا لعبنا هولندا ورحنا لعبنا امريكا ورحنا اوزبكستان ورحنا مش عارف مين، لعبنا فرق مدارس مختلفه كبيره وجامده جدا في ادائها القروي عشان نحسس الناس ونحسس لعيبتنا ان انت خلاص انت لعيب كبير، انت مش لعيب على قد ان انت الدوري المصري ولا لعيب على قد ان انت تلعب بطوله افريقيا تادي باي شكل وخلاص، لا انت بتلعب مدارس مختلفه عشان تقدر نحط الاستراتيجيه الكامله للعيبه دي عشان تقدر تحقق بطوله الامم الافريقيه. نفس المدرسه اللي اشتغل بيها عليها الكابتن شوقي غريب في موضوع المنتخب وتجهيزه في عشان بطوله الامم الافريقيه هي نفس المدرسه دلوقتي اللي بنجهز فيها المنتخب عشان الاولمبيات ان شاء الله. بنبدا بمدارس صعبه اللي هي كوريا والبرازيل، وفي شهر 3 كابتن شوقي محضر ماتشات جامده جدا على مستوى جامد، هيكون منها ارجنتين، هيكون منها فرنسا، هيكون منها اسبانيا، هيكون منها فرق كبيره. لسه كان كابتن شوقي قايل تصريح انا قريته ان وكل ده منتخبات بتطلب تلعب المنتخب المصري، خلي بالك يعني المنتخب البرازيلي هو اللي طلب يلعب المنتخب المصري دليل ان هو موجود في مصر، المنتخب الكوري بطل اسيا هو اللي طلب يلعب المنتخب وبدون اي اعباء ماليه على الاتحاد الكره المصري او المنتخب الاولمبي في التكاليف في اي حاجه، كلها حاجات هم اللي طالبينها وهم اللي عندهم الرغبه ان يكونوا موجودين عشان يلعبوا المنتخب المصري. نفس الكلام في اللي بيطلب دلوقتي من المنتخبات الكبيره اذا كانت فرنسا ولا اسبانيا ولا الارجنتين ولا المانيا، كل المنتخبات الكبيره اللي بتطلب دلوقتي هي بتطلب المنتخب المصري الاولمبي بالاسم. في المنتخب الياباني قريت حاجه انا برضو الكابتن شوقي كان قال تصريح ان بنحاول في شهر 12 في رغبه ان المنتخب الياباني عايز يلعب المنتخب المصري في طوكيو، فمحتاجين 5 ايام توقف، فهل هنقدر ناخدهم؟ هل الاتحاد الكره هيعرف يوفرهم في خلال الفتره القادمه من ايام الدوري؟
مش عارفين. بس اللي بيساعدنا في الموضوع ان مصر، لا مصر يعني مش منتخب ولا اسامه عبد الكريم ولا يعني ولا كبشاوي ولا يعني قصه ان مصر بتطلب دلوقتي من الدول المصنفه عالميا ان هي تكون ليها دور معاهم في اداء مباريات، فدي حاجه كبيره جدا للكره المصريه والاسم المصري كله. بالنسبه للثلاث لعيبه الكبار المتاحين للمنتخب الاولمبي اللي هو يضمهم في اولمبياد طوكيو، من وجهه نظر حضرتك هتحتاج حارس من ضمن الثلاثه؟ انا كاسامه عبد الكريم في الوقت الحالي ما اقدرش اقول لك في قرار ان انا اقدر اضم حارس او ما اضمنوش، انما انا راضي جدا عن اداء الحارسين اللي لعبوا، اذا كان محمد صبحي في مباراه كوريا الناس كلها اشادت بيه واشادت بادائه بشكل كبير، ماتش البرازيل الناس كلها اشادت باداء محمود جاد وازاي الحارس الموهوب ده بيشتغل بشكل مباراة كبيرة جدا عليه هو كحارس بيلعب، يعتبر اول مباراة دولية مع المنتخب الاولمبي. احنا لعبنا دي كانت المباراة رقم 26، هي دي اول مباراة بالنسبة له، فبنكتشف فيها حارس جديد للمنتخب الاولمبي انه يكون ليه دور معانا في المنتخب، فما نقدرش نقول ان احنا محتاجين حارس، دي يعني مش توقيتها خالص، ان احنا عندنا من دلوقتي لحد ما ينتهي الدوري نقدر نقيم حراسنا اللي موجوده في الدوري. وقتها هنا هيتاخد القرار الجماعي اذا كان كابتن شوقي والجهاز الفني وانا كاسام عبد الكريم محتاجين للمركز ده او مش محتاجينه. فانا بتهيألي ان ممكن الحراس تفاجئنا، ان حراس المنتخب الاولمبي ان كل واحد باللي انا شفته، يعني انا اتكلمت دلوقتي على محمد صبحي واتكلمت على محمود جاد الحارسين اللي لعبوا وبالنسبه للناس مبسوطين منهم جدا فادائهم في المباراتين، يعني اشاده كبيره جدا الحمد لله بمحمد صبحي في مباراه كوريا، اشاده كبيره جدا ورغم ان هو كان بعيد لمده سنه، اشاده كبيره جدا بمحمود جاد في مباراه البرازيل، انما في اشاده اكبر بقى انا اللي بقولها للناس، في واحد اسمه عمر صلاح كان هايل جدا 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 جدا، في واحد اسمه مصطفى بشوبير مفاجاه كبيره جدا 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 لكل الناس وهو موجود في المعسكر. وما بجاملش الحراس، انا ما بعرفش اجامل اجواني خالص، يعني اما بيبقى في حاجه انا بقولها لهم، انما كانوا موصلين لنا احساس كبير جدا ان انا بجد محتار، بجد مش عارفين، من كتر ما مصطفى كويس قوي، من كتر ما عمر صلاح كويس قوي، انما في الاخر انا بلعب بحارس واحد، يعني لو اقدر العب الاربع حراس عندي بامانه شديده كنت لعبتهم المباراه، لان كلهم كانوا احسن من بعض في المعسكر الاخير بتاع الدوره الوديه بين مصر وكوريا والبرازيل. كلمنا بقى كابتن اسامه، يعني ازاي قدرت ان انت توظف وتدي الثقه لمحمد صبحي من حارس ما بيشاركش خالص في الدوري المصري لحارس يتوج يعني بافضل حارس في بطوله امم افريقيا، ازاي قدرت ان انت تعمل ده؟ بص يا ساره، احنا في اثناء البطوله نفسها كان عندنا مشكله كبيره وكانت واضحه ومعلنه، يعني ما احنا ما بنخبيش حاجه على حد، يعني كابتن شوقي فيها حته شفافيه عاليه جدا وبالاخص مع الاعلام بامانه، يعني تحسب له ان هي ان الحراس كان عندنا ازمه فيها، ازمه في مركز حراسه المرمى، وكنا دي واضحه للناس كلها ان كان في ثغره كبيره في الحته دي، الثغره دي بتقول لنا ان مفيش حد بيلعب في الدوري، فاصبح كل الحراس تقييمهم بالنسبه لنا اللي موجود من خلال الوحدات التدريبيه. احنا ركزنا مع الحراس اللي كانت منضمه معانا، كان وقتها عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفى شبير الاربع حراس، واقتصرنا في النهايه في الاختيار النهائي على الثلاث حراس عمر رضوان ومحمد صبحي وعمر صلاح في البطوله الافريقيه. اما جينا نشتغل معاهم كنا لازم نكون اكثر وضوحه مع بعض، يعني انا اكون صريح معاهم قوي وهم لازم يبقوا فاهمين الموضوع بشكل جيد. رقم واحد ما كانش في حد فيهم بيلعب، فاحنا ازاي هنصبر مع بعض انا وهم ان احنا نعمل وحدات تدريبيه مماثله للمباراه، يعني ازاي الوحدات التدريبيه دي بنشتغل احنا بشغل تكتيك، التكتيك ده بنحوله لوحده تدريبيه والوحده التدريبيه دي تكون شكلها مطابق للمباراه. طب اما بنيجي نشتغل عليها الاستجابه بتبقى قد ايه؟ الاستجابه بتبقى قليله في البدايات، وكل لما نكرر بوحده تدريبيه بشكل مختلف او متنوع بس بنفس الهدف بيبتدي يدينا مردود اعلى في المردود. هنا كان لازم كالاتي، لا نزهق كاسامه ولا هم كحراس مرمى يزهقوا، لازم احنا الاثنين يبقى عندنا مصادره ان يغلطوا ونكرر ويغلطوا ونكرر لحد ما بنوصل لرقم 10 في التكرار ويرجع يغلطوا تاني ونكرر تاني،
ونجمع الكلام ده، كل ده بقى اصبح بالنسبه لهم مخزون للفكر اللي احنا عايزين نشتغل عليه في البطوله. وبنبتدي ندرس الفرق كلها اللي بنلعبها، ايه النقاط القوه عندها، ايه الحتت الايجابيه المضيئه اللي بيشتغلوا عليها في خلال المباريات، اذا كانت من كرات ثابته، اذا كانت من كرات متحركه، اذا كانت انفرادات، اذا كانت ضربات ركنيه، كل الاشكال اللعب اللي بيقدروا يشتغلوا بيه ندرسه بشكل كويس ونشتغل عليه بشكل كويس لحد ما حفظناهم الشغل بشكل كويس. وازاي ننقل لهم حاله عدم ثقه اللي كانت وصلها اللعيبه، ازاي ننقلهم لحاله الثقه للعيبه، لان كان فيها مهمه كتيره في معسكر المنتخب في قبل بطوله الامم الافريقيه في قلق للعيبه من حراسه المرمى. فجمعت الحراس واتفقنا على حاجه، ان احنا نبلغ اللعيبه ان ما يهمكوش في الوحدات التدريبيه، اغلطوا واحنا المسؤولين، احنا اللي نشيل. وابتدينا نقول نخلي الحراس توصل ده للعيبه في الملعب وهم بيأدوا، اغلطوا بس ما يهمكوش، انت اغلط مش عارف ايه. وابتدى لما اللعيب يغلط يقوم الحارس هو اللي يشجعه يقول له برافو، دي يمكن انت شفتيها في المباراه بتاعه غنى مع محمد عبد السلام، ان ازاي محمد صبحي راح طبطب عليه وقال له ما يهمكش وبتاع، وقدرنا نعيد المباراه ونعمل الريمونتادا ونكسب 3-2. فدي كان مش نتيجه لقطه الماتش، الناس لما بتبص في لقطه الماتش ان الحارس عمل كذا في التوقيت ده، لا، دي نتاج كل التدريبات اللي اشتغلنا عليها، ان لما يغلط اللعيب في الماتش في التدريب كان يعمل الحارس ده عشان ينقل له الثقه اللي مفقوده بعدم لعبه في الدوري. فقدرنا الحمد لله ان احنا نوصل مع بعض بشغل كويس قوي ونوصل على منصه التتويج في بطوله الامم الافريقيه ويتوج صبحي بافضل حارس مرمى في افريقيا. مركز حراسه المرمى يا كابتن اسامه من المراكز الحساسه جدا، كلمنا بقى ايه المواصفات او ازاي بتقدر ان انت توظف لاعب يكون اساسي ويشارك بصفه اساسيه وفي نفس الوقت تكون انت بتجهز زملائه ان هم يكونوا ليه احتياطي. بصي، رقم واحد، احنا عندنا في المنتخب ما فيش حارس اسمه احتياطي دي خالص، فما عندناش المسمى، احنا الحارس عندنا كله رقم واحد. اللي بيفكر بس، يعني مش اللي هيعمل، اللي بيفكر بس ان يبقى حارس رقم واحد بشرطه، ده بيتم استبعاده تماما عشان ما بنضيعش وقتنا. لو جيت شفت المعسكر الاخير بتاع الدوره الوديه بتاع كوريا والبرازيل، لو سالت اي حد من الحراس او حتى من اللعيبه، كله يقول لك انا هلعب، كله يقول لك انا هلعب. سالت محمد صبحي يقول لك انا هلعب، سالت محمود جدي يقول لك انا هلعب، عمر صلاح يقول لك انا هلعب، مصطفى شوبير هيقول لك انا هلعب، لان كله اتجهز على اللعب. اللعب بقى من عدمه ده قرار الجهاز الفني ملهمش فيه، انما انت موجود هنا في منتخب مصر عشان اول ما نقول لك اتفضل انت في الملعب تكون في الملعب، نقول لك وانت قاعد بره اتفضل انزل دلوقتي في الملعب تأدي زيك زي اللي موجود في الملعب واكتر كمان حته. احنا ده الشغل اللي احنا بنشتغل عليه، انما هم ما شاء الله عليهم حاجه جميله جدا ومجتهدين جدا، اشتغلوا على نفسهم بشكل كويس، اساعدوني في المعسكر اللي فات بامانه الحراس كلها، اذا كان محمود جاد او محمد صبحي او مصطفى شوبير او عمر صلاح، اساعدوني كتير جدا بادائهم المحترم، اساعدوني من كتر الكلام اللي اتنقل من حاله قبل بطوله افريقيا ان اللعيبه قد ايه متخوفه من مركز حراسه المرمى، لدلوقتي تقعد تسمع اللعيبه ان ازاي هم مستمتعين بتدريب الحراس المرمى ومستمتعين بادائهم وبيطالبوا ان الانديه تيجي تشوف الحراس وهم موجودين في المنتخب ويشوفوا شكلهم هم في المنتخب عامل ازاي. ده الحمد لله طبعا ده فضل كبير وكرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى. توقعات حضرتك بقى لمواجهه الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ بص، صار ماتش صعب ملوش توقعات، يعني اما ناديين كبار زي نادي الزمالك والنادي الاهلي الاثنين يوصلوا للنهائي الافريقي، فده قمه في السعاده للمقيمين على الرياضه المصريه، لان ده نجاح ما بعده نجاح، لان دي من الحاجات اللي عمرها حصلت في تاريخ الكره المصريه. احنا في الطبيعي في الدوري العام، يعني في مباراه الدوري او في مباراه الكاس اللي هي المحليه، النادي الزمالك والنادي الاهلي او النادي الاهلي والنادي الزمالك لما بيجي يلعبوا بعض، ما حدش يقدر يقول لك توقعات. ممكن يكون نادي الزمالك حالته مش حلوه قوي ويفجر مفاجاه انه يكسب النادي الاهلي، والعكس النادي الاهلي ما يبقاش في التوقيت ده حالته كويسه قوي يفجر مفاجاه ويكسب النادي الزمالك. طب ما بالك دلوقتي في التوقيت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه قبل النهائي المنتظر يوم 27 بين الزمالك والاهلي في بطوله افريقيا، الزمالك كويس قوي 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 والاهلي كويس قوي 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 قوي. طب الكويس قوي ده مع بعضه هيعمل ايه؟ ده هنتفرج على مباراه ممتعه.
بالكرة المصرية تليق بالكرة الأفريقية، هنقول للي بيكسب 1,000,000 مبروك، وهنقول للي ما يوفقش في اليوم ده هارد لك وتعوضها في بطولات أخرى، إنما ما خرجتش بعيد عن مصر. وده الجميل في الموضوع، إن في الآخر البطل إذا كان الزمالك أو إذا كان الأهلي هو في الآخر نادي مصري. فهنقول لأي حد فيهم إحنا فرحانين بيكم، إحنا سعداء بيكم كنديين كبار، كنديين بيمثلوا القارة الأفريقية، شرفتوا الكرة الأفريقية نادي الزمالك، شرفت الكرة الأفريقية النادي الأهلي، ووصولكم للمباراة النهائية فده تتويج للمجهود الكبير اللي حصل في الرياضة المصرية في الفترة السابقة. أخيرا يا كابتن، يعني طموحك بقى إن شاء الله الفترة القادمة. أنا الطموح يعني بسيط وسهل، عايزين ستر ربنا سبحانه وتعالى، وإن ربنا يوفقنا، إن بتمناها من ربنا سبحانه وتعالى إن نرجع بميدالية بالأولمبياد ونفرح الشعب المصري كله، ونفرح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طلب مننا في التكريم وما ادانا الوسام للجمهورية من الطبقة الأولى، طلب إن إحنا مصر، وإحنا مش رايحين عشان نأدي أداء مشرف، إحنا رايحين عشان إن شاء الله نرجع بميدالية، وبنوعد سيادته وبنوعد كل الشعب المصري إن شاء الله نرجع بميدالية من الأولمبياد ونفرح كل الشعب المصري. كابتن أسامة عبد الكريم صانع الحراس، نورتنا النهارده في نمبر 1 وتشرفنا بالحديث معاك. ربنا يخليكي، انت اللي منوره الدنيا وكلكم منورين، وبشكركم على الحلقه الجميله دي. شكرا يا كابتن. شكرا. متواجد معانا النهارده ومشرفنا كابتن عمر أسامة عبد الكريم، لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب بقياده كابتن ربيع ياسين. كابتن عمر، في البدايه انا برحب بيك في نمبر 1. برحب بيك يا استاذه ساره، وبرحب بكابتن احمد عبد العال طبعا، كابتن محمد العراقي، وكابتن عمر ربيع طبعا منورني في بيتي المتواضع ومنوراني. كابتن عمر، في البدايه طمنا عليك وعلى اسرتك. طبعا يعني الحمد لله انا بدات تاهيل وهو علاج طبيعي، وان شاء الله قريب ابقى في الملعب. طبعا هي الاصابه دي يعني الحمد لله من عند ربنا، لا اتخبطت ولا لفت، يعني هو كنت بلعب ماتش ودي في نادي الزمالك مع فريق 2001 مع المقاولين. طبعا بعد الماتش ركبتي ورمت لوحدها، الدكتور طلب مني أشعة عليها، رحت عملت الأشعة طلع في قطع في الغضروف بسيط. طبعا رحت لكذا دكتور عشان نشوف يعني ان احنا ما نعملش العملية او كده. طبعا كذا دكتور قال لي لازم العملية عشان نحافظ على المفصل، عشان المفصل ممكن يحصل فيه مشاكل لو ما اهتمناش بالغضروف. عملت العملية والحمد لله بقى حل دلوقتي. كلمنا بقى، شايف ازاي فريق 2001 في نادي الزمالك اللي انت متواجد معاهم؟ طبعا يعني انا لسه راجع السنه دي، كنت في عرف بنك الاهلي فريق الاول السنه اللي فاتت، رجعت السنه دي نادي الزمالك ومتواجد بصفه اساسيه مع 2001، بلعب كل الماتشات الحمد لله. طبعا يعني الاصابه دي يعني الحمد لله ما يعني كنت ماشي كويس، طبعا يعني من عند ربنا الحمد لله انها جت في الوقت ده، بس يعني بشكر ربنا والحمد لله، وان شاء الله الحق الدوري مع فريق 2001. وطبعا الفرقة ماشية بشكل كويس جدا، ناقصنا لعيبة في الدرجة الأولى فوق، بس الحمد لله كابتن أسامة حسن طبعا مدير الفني بتاع فريق 2001 عامل فرقة وتيم كويس جدا وماشيين بشكل كويس جدا، والحمد لله يعني هنعمل حاجة كويسة في الدوري. شايف منتخب الشباب بقيادة كابتن ربيع ياسين الفترة دي عامل ازاي؟ طبعا كابتن ربيع ياسين طبعا يعني مهتم جدا بيا من أول ما عملت العملية، وطبعا كابتن عمر عملت معاه محادثة قبل، يعني أول ما عملت العملية كان تاني يوم على طول عملت معاه محادثة تليفونية وطمن عليا، وطبعا كابتن ربيع على طول في تواصل دائم معايا ويكلمني على طول ويطمن عليا عشان إن شاء الله ألحق البطولة بتاعت أفريقيا. طبعا الحمد لله يعني انا كان نفسي الحق تصفيات، بس الحمد لله يعني ماليش نصيب في التصفيات، بس ان شاء الله الحق بطوله افريقيا. قبل الاصابه كلمنا عنك وعن زمايلك، كنتوا بتستعدوا ازاي للتصفيات دي؟ طبعا كابتن ربيع يعني عامل فرقه متكامله، والحمد لله يعني فرقتنا بتشارك في الدوري بشكل اساسي، اللعيبه كلها بتشارك بشكل اساسي في نادي الزمالك او في الاهلي كذا نادي، يعني كل الأندية اللعيبة بتاعتنا بتشارك فيها، ودي حاجة كويسة جدا للمنتخب بتاعنا ان احنا هنعمل حاجة كويسة في التصفيات وان شاء الله في بطولة الأمم ان شاء الله نسعد. علاقتكم بكابتن ربيع ياسين يعني علاقة أب بابنه ولا علاقة مدرب بلاعب؟
لا طبعا علاقة أب كابتن ربيع يعني بيعاملنا كلنا زي ولاده زي كابتن عمر طبعا، يعني على طول في تواصل دايما معانا، أي مشكلة بنحكيها له بيحلها لنا على طول على طول، يعني محتضن الفرقة كلها، وطبعا يعني عشان كده الفرقة محافظة على نفسها وماشيين بشكل كويس. مين أبرز اللاعبين معاك في منتخب الشباب؟ يعني طبعا كابتن عربي بدر لاعب نادي الأهلي، وأحمد عيد لاعب باك رايت نادي الزمالك يعني ماشي بشكل كويس، طبعا حارس المرمى حمزة علاء يعني جون كويس جدا جون نادي الأهلي، ودول من أبرز اللعيبة اللي موجودين يعني في المنتخب. طموحك بقى الفترة القادمة؟ طموحي طبعا إن شاء الله يعني ألعب فريق أول نادي الزمالك، وإن شاء الله ألحق بطولة أمم أفريقيا، وإن شاء الله ألعب بطولة. أشكرك جدا يا كابتن عمر، نورتينا، ربنا يخليك يا أستاذ. بشكر حضراتكم جدا وإلى اللقاء.